خلاص بدأ العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد. لدينا تخوفات كثيرة، كثير من الآباء والأمهات متخوفين أمنيا، متخوفين كمان اقتصاديا، ومتخوفين من المناهج. وآخر الأخبار اللي لدينا إحالة وضعية كتاب التربية الوطنية تحديدا للصف الثالث الثانوي للتحقيق. ليه؟ لأنه كان هناك الكثير من الصور في هذا الكتاب اللي بتحمل شعارات لجماعة الإخوان المسلمين، شعارات لرابعة، تحديد لصور محمد سعد الكتاتني، محمد مرسي وأيمن نور على أنهم قادة ثورة 25 يناير. أبرز الاستعدادات داخل وزارة التربية والتعليم لبداية العام الدراسي هنتعرف عليها، ومعانا على التليفون سيادة الوزير دكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم. مساء الخير سيادة الوزير. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. طيب فيما يخص كتاب التربية الوطنية لثالثة ثانوي وهذه الاكتشافات اللي تم اكتشافها في وقت متأخر، ولكن في الحمد لله في كل الأحوال اكتشفت، يعني كيف تم اكتشافها وكيف تم ضبطها، وهل في توجه لفحص كل الكتب، كل المناهج، لكل الأعوام الدراسية للتأكد من خلوها من زي اللي كان في كتاب التربية الوطنية؟ كل الكتب الحمد لله اتفحصت. كان في كتب اتطبعت واتوزعت قبل ما انا امسك الوزاره، منهم كتاب التربيه القوميه. في كتب ما كانتش اتطبعت لسه، دي اتلحقت الحمد لله واتعملت. كتاب بتاع التربيه القوميه كان اتوزع، لميناه ودخل المطبعه، وان شاء الله يعني يوم السبت هيبقى خلصان ويبقى يوم الاحد موجود في المدارس ان شاء الله. يعني كتاب التربيه الوطنيه او التربيه القوميه للثالثه ثانوي كان طبع بالفعل. وتوزع كمان. طب يعني لحقوا يا فندم، يعني كنا لحقنا انه يحصل ده بشعار رابعه بكل التفاصيل، يعني كانت هناك الكثير من المستجدات اللي كان من الممكن ان يتم ضبطها قبل الطباعه. لا يا فندم، احنا مسكنا في 16/7، كان قبليها طبعا الكتاب ده طبع وتوزع، لانه كان معمول من السنه اللي قبلها كمان، بس بنضاف على الغلاف حاجات. الغلاف كانت الاضافات، يعني المشكله كانت في الغلاف ولا كان في بعض تفاصيل المنهج؟ في هو كلام بيني كتير وبناء عليه احنا مش عايزين نبقى في حاجات بينيه خالص، احنا عايزين تبقى الامور واضحه في الاطار العام بتاع المنهج. كم من اللي وضعوا هذه المعلومات او هذه الشعارات او بعض من المعلومات الخاطئه زي الحديث عن قاده ثوره يناير، كم واحد يا فندم تم تحويلهم للتحقيق؟ المستشارين والمؤلفين تقريبا كام؟ ستة تم تحويلهم للتحقيق. طيب النهارده كمان لدينا قرار لحضرتك بتثبيت 75,000 معلم و 933 مليون من الماليه مقابل المصروفات. فيما يتعلق بال 75,000 معلم، هل دول كانوا من المتعاقدين بالحصه يا فندم؟ اللي هم بالحصه وبالعقود المؤقته. دول يعني قعدنا خدنا قرار من مجلس الوزراء، وكنت موجود مع وزير الماليه امس. واتفقنا على اننا ناخد من 70 الى 80. حضرتك قلت المتوسط برضو كويس يعني. من 70 ل 80,000. فيعني وبالتالي حضرتك بتقول احتمال ان هو يكون 70 او 80,000. يعني الحد الادنى 70 والحد الاقصى 80. تمام، هل ده هيحل ازمه المدارس اللي ليس لديها عدد كافي من المدرسين في اكثر من ماده؟ هم اوريدي موجودين، دول متعاقدين بالحصه او متعاقدين بالعقود المؤقته. تمام، احنا بنسوي حالتهم بدل ما بياخدوا المبالغ البسيطه اللي بياخدوها، احنا هنسوي حالتهم نثبته ان شاء الله. الاولويه هنا كانت بالاقدميه يا فندم ولا كانت على اي اساس؟ الاقدميه ومن ينطبق عليه الاشتراطات، يعني اذا كان خريج كليه تربيه او معاه مؤهل عالي ومعاه دبلوم تربوي. طيب ولدينا ايضا قرار خاص بوزاره التربيه والتعليم وبحضرتك سياده الوزير، وهو خاص بالوجبات المدرسيه، يعني احنا حابين ان احنا نفهم اكتر عن هذا الموضوع. في البدايه خفضت الحكومه الميزانيه المخصصه للتغذيه المدرسيه من 750,000 ل 400 مليون، فيما بعد كان في زيادة تصل إلى 8 مليار كما لدينا من الخبر، ليه كان التخفيض وليه كانت الزيادة؟ التخفيض تعرف حضرتك الموازنة الموجودة الحالية دي أقرت في العصر السابق. فكان في تخفيض، لكن الحمد لله مجلس الوزراء كله دايماً بيسعى إن هو يعني يشيل عن كاهل المواطن.
صحيح. وابنائنا الطلاب في ابتدائي وبالذات في مناطق كثيره من الصعيد والدلتا والمناطق الصحراويه والحدود بيعانوا من قله التغذيه. صحيح. وبعدين الدراسات اثبتت ان لما بيبقى في تغذيه نسبه الحضور بترتفع الى 95%. احنا لقينا ان موضوع التغذيه ده هيحقق لنا اهداف كتير قوي. صحيح. اولا تغذيه الطفل والاهتمام بيه والوجبه بتشمل عناصر كثيره جدا فممكن في يعني تشيل عن كاهل الاسره. هل في تحديد لشكل الوجبه لعناصر الوجبه يا فندم؟ في ناس متخصصين العلماء متخصصين ادونا مكونات الوجبه من فيها بروتين وفيها كربوهيدرات وفيها سكريات يعني وجبه يعني مدروسه كويس قوي بحيث انها تعوض الطلاب النقص اللي ممكن يكون عندهم. التجربه متدربه وجايبه نتيجه. احنا كمان قلنا في فايده ثانيه لما يبقى في وجبه الطلبه نسبه الحضور ترتفع جدا. يبقى احنا هنساعد على عدم التسريب وهنساعد على تغذيه الطلاب. وده نقطه مهمه جدا. ولكن ليه هيبتدي تطبيقها من النص الثاني من السنه الدراسيه يا فندم؟ لازم انت عارف حضرتك الحاجات دي عايزه مصانع عشان تعمل. المصانع اللي موجوده تكفي لغايه 25% اللي هي المصانع بتاعت وزاره الزراعه وكمان المدارس الزراعيه المنتجه. فلازم عشان تعرف حضرتك عشان تبداي تعملي مصنع النهارده يبقى قدامه على الاقل 3 شهور على ما يبتدي ينزل. يعني احنا لسه هنعمل مصانع مش هنتوجه لمصانع قائمه بالفعل؟ ممكن في بدايه التجربه نتجه الى مصانع وناخد منها طلبات مخصوصه لكن هو لازم المشروع يمول داخلي علشان ما يبقاش في اوفر هيد يعني تكلفه زايده يعني بحيث ان احنا يعني نقدر نوفر اكبر عدد من الوجبات ونقدر نغطي طلاب الابتدائي بالكامل. جميل. على الرغم من انه هذا القرار هيسعد اسر كتير جدا وزي ما حضرتك قلت انه هيشيل من على عبء وكاهل اسر كتير، ولكن في تخوفات دايما اخبار بنقراها مع الوجبات المدرسيه، حاله تسمم في المدرسه الفلانيه في المحافظه العلانيه في هذه القريه في تلك المدينه نتيجه لتسمم او نتيجه لفساد الوجبات المدرسيه، ازاي هنقدر نضع قيود وضوابط لعدم تكرار مثل هذه المخالفات والفساد اللي بيؤدي لتسمم الطلب؟ المواصفات اللي محطوطه للوجبه ليها تاريخ صلاحيه عالي. في تفتيش، في جوده، في رقابه على الجوده، في مخازن للتخزين، يعني كل حاجه مدروسه. وعشان كده يمكن برضو من ضمن اسباب ان احنا اللي هنصرف ال 400 مليون على بعض من الطلبه في الفصل الدراسي الاول، ولكن ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني تكون كل الدراسات كل امكانيات التصنيع تمت وبناء عليه نبدا مع الفصل الدراسي الثاني وجبات لجميع طلاب محل ان شاء الله. طيب في قرار النهارده في سيناء تاجيل دخول المدارس ليوم 28، هل اطلعتم على الاسباب سياده الوزير؟ فندم بصي الحاله الامنيه هي حاجه من الحاجات المهمه قوي في المدارس، احنا جميع المحافظات تم الاتصال بيها وتم التامين بالاشتراك مع وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، ولكن في ترتيبات امنيه مطلوبه تتعمل في شمال سيناء ومحتاجه اسبوع عشان كده احنا ناجل الدراسه فيها لمده اسبوع واحد ان شاء الله. طيب ماذا عن المدارس في المنيا وتامينها وما يحدث في دلجه؟ فندم يعني لو حضرتك بتابع وزير الداخليه هيقول لك ان الموضوع ده انتهى تماما يعني. انتهى تماما، ولكن في مخاوف كتيره الحقيقه يا فندم عند اسر مواطنين مصريين مسيحيين او مسلمين من ذهاب ابنائهم الى المدرسه يوم السبت بسبب الوضع الامني و يعني محاوله اشعال بعض من الفتن الطائفيه، هل في تنسيق لحمايه المدارس لتامين المدارس خاصه انه يعني الساده الاهالي في دلجه بياكدوا انه قوات الامن متواجده عند نقطه الشرطه بس عند اسم الشرطه مش متواجده داخل الشوارع عند البيوت عند المدارس؟ حضرتك لو شفت التجربه اللي عملناها الاسبوع ده بالمدارس الدوليه في اداره امانيا على ان شاء الله يوم السبت لما نبدا باذن الله تنسيق كامل 100% مع الامن في الوزاره مع الامن في المديريات مع مديرين الامن مع المحافظين مع المديريات مع اللجان الشعبيه اللي هتتم من مجالس الامناء مع اتحاد الطلبه كل الناس متكاتفه ان شاء الله
وانا بنشد اولياء الامور ان يبقوا معانا برضه، لان الفتره بتغلب الشجاعه. الكترة تغلب الشجاعة، وبالتالي إن شاء الله أولادنا يروحوا المدارس بدون خوف، ولكن برضو في خوف في كرداسة. كرداسة فندم النهاردة كان المدارس شغالة، لأن العودة بدأت، وأنا بناشد دايما أولياء الأمور خلينا نبعد عن السياسة في التعليم، لأن ده مستقبل أولاد مصر كلها بجميع فوائدها. ما هم الأهالي ممكن يكونوا يبعدوا عن التعليم ويوصوا أولادهم بلاش تتكلموا في السياسة، أو يبعدوا عن السياسة ويتجهوا نحو التعليم ويأكدوا على أولادهم أن هم يبعدوا عن السياسة ومناقشتها، ولكن إحنا بنتكلم على وضع أمني، بنتكلم على تهديدات، بنتكلم كمان على إصرار من جانب البعض على تعطيل الحياة، وإن الحياة ما تستمرش بشكل طبيعي، وإنه يكون لدى الجميع خوف والناس تفضل في بيوتها. لا ان شاء الله، ان شاء الله يعني هيبقى اول يوم في الدراسه احتفاليه بحب مصر، وانا زي ما قلت لحضرتك ان انا بناشد الطلاب يرسموا علم وينزلوا في ايديهم علم اول يوم في الدراسه، وهيبقى ان شاء الله يوم حب مصر باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم. اذا وجبه مدرسيه بعناصر متكامله هتكون لكل الطلبه في المدارس الحكوميه، ولكن بدءا من نص الثاني للعام الدراسي، يعني بعد اجازه نص السنه.